في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الشباب، تستمر معاناة الشباب العراقي في ظل سياسة الإقصاء وغياب فرص العمل وارتفاع مستوى البطالة. أغلب الخريجين العراقيين وبعد سنوات طويلة من التعب والدراسة لا يجدون وظيفة أو فرصة عمل تعينهم على متطلبات الحياة الصعبة. مركز العراق لحقوق الإنسان أكد أن الشباب العراقي يعاني من التهميش وعدم سماع الدولة لصوته، مشيرا لمئات المظاهرات التي شهدتها البلاد والتي سقط فيها مئات الضحايا والجرحى برصاص السلطات، على الرغم من أن شعاراتهم كانت محقة وأقل من عادية، إذ كانوا يطالبون بوطن حقيقي وبتوفير فرص العمل ليس إلا. يعد الشباب ثروة وطنية من المفترض الاستفادة منها، لكن في العراق يتم تهميش هذه الفئة بدل استثمارها في بناء البلاد ورسم مستقبل زاهر لها. فنسبة الشباب في العراق تصل إلى 60% بحسب مفوضية حقوق الإنسان، التي أكدت أن إهمال الشباب سيكون سبباً للدمار والخراب، فضلاً عن استغلالهم من قبل مجاميع التخريب والفوضى والمافيات والعصابات التي تعمل في الجرائم المختلفة. الحكومة الحالية كغيرها من الحكومات السابقة لا تملك أي سياسات عملية للاستفادة من طاقات الشباب الكبيرة وتوفير كل متطلبات تطوير قدراتهم عبر منحهم حقوقهم وجعلهم جزءاً من بناء الدولة بحسب المفوضية، بل على العكس تماماً، فقد أصبح أكبر هموم الشباب اليوم الحصول على أي عمل يحصنه من الانجراف في الجريمة والأعمال غير المشروعة. هو أمر أكدته صحيفة الجارديان البريطانية، إذ قالت إن شباب العراق يكافح من أجل مستقبله على الرغم من أن هذا الجيل لم ير حوله سوى الحرب في ظل حياة صعبة.